طبعا انا كشخص كنت او كنت اعاني من التنمر. عجيب. في المرحله الابتدائيه بسبب اني مصاب بالتأتأة. طيب ايوه اسلم. اقول كنت اعاني بالتنمر بسبب اني شخص مصاب بالتأتأة. طبعا انا اشوف الحل هو عدم اللامبالاه للاشخاص المتنمرين. كيف كان المتنمر هذا اللي معك؟ كان في المدرسه طال عمرك؟ نعم كان من نفس المستوى في العمر، من نفس المدرسه، من نفس المجتمع. وش كان يسوي؟ بعض الناس كلمه متنمر ان ما جينا نعرف وش معناها، لكن يعني التنمر هو الاعتداء، ان واحد شكل من اشكال الاعتداء. ايش كان يسوي لك مثلا؟ يمد يده ولا يتلفظ ولا كيف؟ لا، كان التنمر عن طريق الفاظ. 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 كانت مزعجتك يا اخوي؟ احيانا. شكيت لحد؟ رحت للمرشد للوكيل؟ الصراحه لا، ما اشتكيت لحد. انا فضلت اني احلها بيني وبين نفسي. ممتاز. وشلون قدرت تحلها؟ الحمد لله، مثل ما قلت لك، بعدم اللامبالاه او عدم اعطاء اهميه للشخص المتنمر. الشخص المتنمر لما تعطيه اهميه راح يزيد التنمر. حلو، ممتاز. قدرت تسيطر على الوضع خلال كم شهر، شهرين، ثلاثة شهور مثلا؟ اي الحمد لله. طبعا ممكن تقول خلال اربع شهور اصبح عندي يعني شيء طبيعي. حتى الشخص المتنمر اللي كان يتنمر علي وقف. حلو. يعني ما حصل ردة فعل جميل اللي كان يبيها. جميل.